أنا لا يمكن أوافق على كده أبداً، ولو أصرتوا تشيلون القضية أنا هقول كل حاجة وأفضح الدنيا وأرسي ابن أخوك على الدور كله. طب تعالي صوتك ليه؟ ما تقدرش تعمل كده. ليه؟ عشان أنت عارف إن أنا بتليفون صغير للبلد هجيب لك فريق بحاله بالاحتياطي بتاعه شايلين سلاحهم ينزلوا هنا يخرموك في ثانية. إيه؟ وعن شرط مش هاخد فيك ساعة واحدة. الحمد لله، الحمد لله الذي لا يحمد ولا مكروه سواه. يعني موقفه طلع سليم؟ طبعا لا يا ناهد، سعيد الشاطر بمواهبه ياها قدر يخرجه من الموضوع. طب انت حامل هم ايه بقى؟ حامل هم بنتي تعيش معاه ازاي بعد اللي حصل. لا وهي انا اللي قربته مني وقلت اصلى عيوبه علشان خاطرها، لكن مفيش فايده. مصيبه، لا الحاسه تطلع في الجرايد. كان هناك واحد صحفي بيتابع الموضوع فريد حاول يتفاهم معاه. بفكر اكلم رئيس التحرير بتاع الجورنال بتاعه، بس انا عارف هيقولوا ايه. هيقولوا لو هم ما نشروش غيرهم هينشروا. يا دي الفضايح، كان لزومها ايه بس الجوازه دي من الاول؟ باشا باع كبير الجورام بنفسه عشان يطمن عليك. الحمد لله ان هو طلع عاقل واستوعب الموقف. استوعب ايه يا اخويا؟ الحق ياه، ده مش فاهم. مش فاهم ايه؟ سبب الرميه السودا اللي احنا مرميينها دي. ما السبب واضح اهو، خالفنا القانون وابن الجازه. قانون ايه يا ابن الغالي؟ اخص عليك يا حوده، وانا اقول عليك ان انت واد مفتح وجايبها من مشارقها المغاربها رايح جاي. قصدك ايه يا عم؟ قصده ان في حد ليه مصلحه يبلغ عننا ويبعت اللي يشوف ويطمن، ويبقى ضرب عصفورين بحجر واحد. اولا عمل الواجب، ثانيا يغزي العين ويبعد الشك عن نفسه. انتوا بتتكلموا عن مين؟ عبد المجيد راتب؟ اسال روحك يا ابن الغالي وشوف مين صاحب مصلحه، وانت تعرف مين اللي عملها. وهو ايه مصلحته في كده؟ ده احنا بعيد عن مجاله خالص. مش جايز عاوز يكشفك قدام بنته؟ ما قدرش يمنعها عنك، لفلك من الناحيه الثانيه. لا يا عم، انا كنت عنده في المكتب واتكلمت. يا ابني يا ابني افهمني، الناس دول مش زينا، احنا هبل على فكره. كلمه تنرفزنا تخلينا نبعبع بكل اللي جوانا. عارف اللي زي الراجل ده يوم ما يضحك لك تعرف انه جابك الارض. مستحيل يا عم، كان عملها قبل ما ملك تحمل. الو، وهو الواد اللي في بطنها هيجرى له ايه؟ ما هيتربى برضه يا حوده. ما تتكلم يا ولد فتحي. والله انا خايف لا يزعل مني. تقدر تقول لي جابك مكتبه ليه؟ ما الكلمتين دول كان ممكن يقولهم لك في البيت ولا بالتليفون حتى. وهو هيستأذنه ليه يا خال؟ ما هو مصنعه هو وبنته، هو احنا لينا في حاجه. وقال يا عيني بعت له عشان يحذره، وهو نايم لك 14 جر. لا يا جماعه لا، مفيش حاجه اسمها كده. بكره تشوف لما تخرج من هنا، لو لقيتها في البيت يبقى لك كلام. ها؟